يا إلهي. اليوم رح أعمل تي بون ستيك، وهي الستيك الخامسة والأخيرة من البرايم كاتس أو أقساط الستيك الأساسية. بفيديو البورتر هاوس ستيك كانت معتقة أو دراي ايجت، فطبيعي تكش، وكمان بنقص من الوش اللحم اللي منشفة اللي ما بتتاكل، فسهل إنه البورتر هاوس معتقة تبين تي بون. وعشان تشوفوا الفرق، هدول الاثنين جنب بعضهم، هن بنقصوا من نفس العظمة اللي هو العمود الفقري تبع العجل، وبتيجي بين الستريب لوين ستيك والتندرلوين، فإجمالا بقطعة واحدة تيجي ستيكتين بينهم عظمة. الفرق بين التي بون ستيك والبورتر هاوس ستيك هي من أي جهة بتنقص من عظمة العمود الفقري. لو من الجزء الأمامي من العجل بتكون تي بون، لو من الجزء الخلفي من العجل تعتبر بورتر هاوس. الفاصل بين الاثنين هي عرض قطعة التندرلوين، لو عرضها أكبر من إنش وربع بتكون بورتر هاوس، لو أصغر تعتبر تي بون. والبورتر هاوس بيجي فيها قطعة من السيرلوين ستيك بقلب التندرلوين. التمييز هذا بس عشان التسعير، البورتر هاوس أغلى. اليوم رح أعملها بطريقة كتير مميزة وعبقرية، والمشكلة الوحيدة إنها ابتكار فرنسي. الطبخ مثل ما حكينا سابقاً بعدة حلقات هي عملية تنشيف اللحمة بعرضها على الحرارة، والسوائل يا بتروح على الوش وبتتبخر أو بتفوت لجوا اللحمة. عملية الطبخ تتضمن عرض اللحمة على درجات حرارة أعلى من الدرجة اللي بدنا نوصلها. طبيعي الستيك بيستوي بين 50 والخمسة وستين مئوي حسب أي درجة استوى أنتوا بدكم إياها، بس درجة حرارة الفرن أو المقلة أو النار اللي على المنقل أعلى من هيك، ففي هدر خاصة في السوائل. فكرة السوفيد هي طبخ اللحمة أو الجاج أو السمك بمختص مي على درجة الحرارة اللي بدنا نوصلها. يعني لو بدنا نوصل الستيك لل 55 بنحط درجة حرارة المي 55، ولنضمن إنه ما يطلع سوائل للمي لأنه إحنا مش عم نسلق الستيك ولا عم نعمل شوربة، بنحطها بكيس مسحوب منه الهواء. بهي الطريقة الشيء اللي عم نطبخه راح يضيع أقل عصارة منها ممكنة، وهيك بتكون كتير كتير جوسي، سوري ما بعرف شو جوسي بالعربي، وطرية طراوي مش طبيعية. والسوفيد له ميزات أخرى والمطاعم تتكل عليه لهي الأسباب، غير إنه الدرجة مثالية ومثل ما بدك، بتكون مستوية بدرجات استوى متساوية 100% من السطح لداخل اللحمة، وما بتخسر وزن بالطبخ أكثر من اللازم، وهذا مفيد من ناحية اقتصادية، وبتطلع اللحمة نفس النتيجة كل مرة. لما نسحب الهواء من الكيس تنغمر بالطعمات اللي ضايفينها أكثر، ما لازم نضلك فوق راسها وفيك تتأخر عليها لأنه مستحيل تنحرق أو تنشف، واستخدامها سهل وبسيط. ووقت اللي بتطبخ فيه ستيك أو إن شاء الله 15 ستيك ما بيتغير، فلو عم تعملوا وليمة لعدة أشخاص ما بدها وقت زيادة، حط كل واحدة بكيس وسقطهم بالمي. سلبيات عدة، وقت، مرات بدك شيء على السريع، السوفيد ما بيساعد بهالحالة، الستيك بدها ساعتين، صدر الجاج بده ساعة. طعمات مرات بتكون أقوى، أي شيء بتحطوه بالكيس بيعشق وبيكون بارز باللحمة لو زيادة. بكل فيديو بعمل طبق جانبي، اليوم رح أعمل بوتيتو كارين، ومن هلأ ما بيستاهل مجهودها. منبلش بالستيك مثل كل مرة، بنملح الستيك قبل بليلة وبشرح ليش بالشورت هون، وبنحطها تنام ليلة بالبرة. أزنغ شيء بالسوفيد هو الوقت ليحمى المي، فحطوا المي سخنة من الأول مش مغلية، حطوها بدرجة حرارة قريبة للدرجة اللي بدكم إياها. أنا بحب الستيك ميديم رير، يعني درجة الحرارة 56 مئوية، هاي هون درجتها بالفارنهايت. عبيل ما تحمى بنجهز الستيك. هاي الخطوة مش كتير ناس بتوافق معها، في ناس مع وفي ناس ضد إنه ينحط زبدة، أنا جربتها مع الاثنين عجبتني مع زبدة. في ناس بيحطوا دسم بط، دسم بقر، حط اللي بدكم إياه. منبهر الستيك بهار أسود وحبات الثوم، وبحط كليل جبل وزعتر، بس مثل ما حكيت مش كتير لأنه الطعمة رح تكون معشقة. أنا ما عندي الكياس المخصصة ولا عندي ماكينة شفط الهواء، بس فينا نستخدم كياس الفريزر، وقبل ما حدا يعلق الكيس ما بصير له شيء أو بتفاعل تحت درجة حرارة معينة نحن بعاد عنها، يبلش يتكسر على درجة حرارة قريبة 90، نحن ما رح نطلع فوق 60 مئوي. وبدال ماكينة شفط الهواء فينا نغطس الستيك بالمي، بنسكر الكيس 3 ارباعه، بنخلي فتحة صغيرة، بننزل الستيك لحفة الفتحة وبنسكرها، هيك بيهرب الهواء من الفتحة قبل ما يتسكر. العظمة بتساعد انها تغرق، لو عم تعملوا ستيك من غير عظمة بدكم تحطوا لها شيء يغرقها، في اوزان تقدروا تستعملوها، فيكم تحطوا سكينة او معلقة.
كمان أنا ما عندي غطا مسترخص، غطيتها بلوحة تقطيع وصنية صغيرة وبس. نستنى للساعتين ونص لتوصل اللحمة للدرجة المرغوبة. رح أعمل بهالوقت تشيميتشوري، عملتها من قبل على السريع، أعشاب خضرة عندي إياها بالبراد، بقدونس، كزبرة، بصل أخضر، نعنع، هالابينيو أو فلفل حر، أوريجانو، ثوم، زيت زيتون، هدول زيتات بلادنا إجت الوالدة لعندي زيارة، خلي التفاح وصوبها خلي العنب، رشة ملح وبهار. الشيء الوحيد بالشغلات اللي بتنطبخ بالسوفيد انه هي ما بتتأحمش، فبعد ما تخلص اللحمة بتطلع بشعة، لازم نأحمشها ونعمل لها قشرة. فينا نستخدم اي طريقة، المقلاية الحديدية عملتها بهذا الفيديو هون، على الفحم، فرن البيتزا. انا رح استخدم شيء جديد، هو فرد النار، بيسموه بالانجليزي فليم ثرو. جماله سريع وسهل، بننشف كل السوائل على الوش، شغل فرد النار، خلوا النار تتحرك عشان ما يحترق أجزاء من الستيك. ومثل العادة بنحطها ترتاح 10 دقايق قبل الأكل. طبق الجانبي شيء اسمه بوتيتو ترين، شيء بده شغل قبل بيوم وإله عدة خطوات. أول شي مندوب سمنة ومنحط لها إكليل الجبل وزعتر وتوم وملح، منخليهم يقعدوا شي ساعة زمان يتعرفوا على بعض كتير. كل أثناء منجهز البطاطا، بدنا نقصها أرق شي نقدر عليه، فيكم تستخدموا هاي بوتيتو شيتر، استعملتها في وصفة البوتيتو جلت، فيكم تلاقوا الفيديو هون، أو فيكم تستعملوا المندولين، سوري ما بعرف شو هو بالعربي، بس كل مبرشة عندها طرف منه، بس الشيتر أرق بكتير. منرقق البطاطا، بعدين نجيب صينيتين خبز قد بعض ومنمد ورقة خبز أسفلها، منحط طبقة بطاطا رشة سمنة، طبقة بطاطا رشة سمنة، طبقة بطاطا رشة سمنة لتذهب. بعدين منحط الصينية الثانية فوقها ومنخبزهم بفرن محمى سابقا على 160 مئوي لمدة ساعتين. بعد ساعتين نتأكد أنه استوت كل الطبقات لما نشكها وما يكون فيها مقاومة، بس بالبطاطا ما يكون فيها مقاومة لأن المقاومة مهمة. نستناها تبرد ومنحط عليها أوزان ومنحطها بالبراد ليلة. هاي الخامة عندي إياها ومدقة الثوم حجر. باليوم الثاني بنطلعها من البراد، بنطبها ومنطبطب عليها لتوقع، بنطبطب عليها لتوقع. أوكي مش كل شيء مقلوبة، نستعمل ورقة لننزلها ومنقطعها ليكونوا كل واحدة قد الثاني، وبعدين نقليهم في زيت حامي ليوصل للون اللي بيعجبنا. شوي دسمة كتير لأنه فيها سمنة، بس يعني ما بتستاهل المجهود، بس منيحة. ما جيها فلدك شوي زيادة عن البرزنة. هاي البوتر هاوس فيلي مليون هون ستريب لاين اللي قلب الستريب لوين، في مقطع صغير يكون هون. سيرلوين ستيك، ستريب لوين ستيك، تندر لوين كبيرة، تي بون، ستريب لوين، تندر لوين صغيرة. جمال سوفيد انه بتطلع الستيك بيرفكت، انا هيك بحبها. اذا بدك اياها مستويه على الاخر، هاي تندرلوين رح تكون طريه كتير. بيوتيفول. جميله جميله جدا، كتير طيبه. مع انه انا تندرلوين مش اكتر شيء مفضل عندي، بس صراحه صراحه بيوتيفول.
هاي الستريب لوين ستيك. يا إلهي نخسر العنصر تبع السموكينس اللي موجود لما نعمل بالمنقل، بس بنكسب كتير من ناحية الطراوة. هاي التندر لوين السميكة اللي بتكون موجودة بالبورتر هاوس. هي أطرق قطعة من ستيك هياها لكم تشوفوا التراوي. أطرق قطعة من ستيك حياة بيورفل بالسوفيد، ما بتغلطوا ولا شوي. سحر